الكرام، مرحبا بكم فيما كنتم في عدد جديد من برنامجكم سولو الناس. اليوم من بعد الفيديو الفضائحي اللي هز مدينة تطوان والحكم على الفتاة اللي ظهرت به شهر نافذ ديال السجن، اليوم خلينا نسولو ساكنة مدينة الدار البيضاء شنو تعليقهم على هذا الحكم وشما معاه أو ضده. تبعوا أراهم إجاباتهم وراجع لكم. أنا بغيت نقول بلي ديك العقوبة يعني ما كافياش، خاص تعطاك شهر، حيت اصلا هي غادي خارجه بواحد اللباس اللي موقر، فهمتيني؟ دونك فحال مسدين، يعني فاش غنقول لك يعني دونك يفدارهم كلبس داك اللبس، ولكن مورا دارهم عاد واش كتحيد داك اللبس، فهمتيني؟ بغيت نقول لك وزيد حتى داك الراجل يعني حتى هو خاصو يتضرب بك شرح، هو اصلا اللي خرج الفيديو، فهمتيني؟ دونك بحال قلت هو استغله. لا انا مع العقوبه وتعطاك شهر، حيت مسيت بالدين ديالنا وبينتنا بصوره خايبه. انا ضد العقوبه. شفت لا فيديو، حتى هو خاصو يتشد، يعني الا كان شي عقوبه خاص يكون بجوج، حيت هو اللي مصور يعني ما عندوش الحق يصورها، وهي حتى هي ما خاصهاش دير خصوصا داك اللباس، على الاقل تكون حيدات، وتقدر تكون اصلا هي دارت داك لا فيديو، حيت ما يمكنش تكون دايره شي حاجه ودايره داك، خاصها تكون خاصها تحيد بعدا داك سميتو. حتى هو مذنب، راه حيت هذاك حرام اصلا بجوج، ما خصهمش يديروا، يعني ما خصناش ندافعوا على داك الشيء، يعني خاص العقوبه ولكن خاص تتخذ بعين الاعتبار، حتى هو خاص يتشد، خاص يعني الا كان الحبس خاصو حتى هو يكون، حيت هو المسؤول على داك الفيديو. بالنسبه للفيديو، فيديوهات راه كثار هما، هذا الشيء جاري به العمل، ولينا ولفنا حنا كاع في المجتمع ديالنا يبداو بحال هادو ديال الفيديوهات ديال الشوهه. ولكن انا اللي جاني اللي انا ضده هو اللباس اللي بانت فيه السيده، كيبان واحد اللباس كنقولوا لي حنا لباس موقر، يعني داك اللباس ما كيمش غير بالسيده هي اون بيرسون، ما كيمس باب، نقدر نقول لك مجتمع، نقدر نقول لك كيمس الدين. انا مع العقوبه، مي جاتني عقوبه غير عادله، لان العقوبه خصها تكون عند الطرفين، والطرف الاخر اللي ما تعاقبش هو اللي خصو يتعاقب اكثر، حيت نقدر نقول لك بلي داك الشيء اللي وقع كان غيبقى سر، مي السبب في الانتشار ديالو هو اخونا اللي كان كيصور. انا بالنسبه لي اللي كان كيصور خصو العقوبه تكون مدوبله عند، حنا نقدر نقول لك حنا في مجتمع محافظ، دونك بالنسبه لي السجن ضروري يستحقوا. انا معاهم بجوج هكا ومع وضد. ضد خاص ما يكونش داك الحكم، خاص يعطيو داك السيد اللي نشر الفيديو، اما هي كما كيقولوا عندها وليدات، ياك ما تبغيش لها الضرر، حتى غتبغي وليداتها حتى هما يكبروا في واحد، والله يدي ما خلقوا صافي. هادشي اللي غنقول، الدري راه خاصو واحد 100 عام ديال الحبس، هذاك احشومي شو هذيك الدريه، وبغيت هو يدير شي واحد اختي بحال ما هكاك، هذاك الشيء كيبقى سري، دارت فيك الثقه وما كانش عاقد لها بحال ما هكاك، وحتى هي ما كانش عليها دير هذاك الشيء، والله يدي ما خلقوا صافي. واش غنقول لك، اش هو المغرب اكمل هذاك اش كيقول شحال قلت الصوره ديال الاسلام خاصها ما تشهرش هكاك. هي ضروري غتكون عندها لربما ظروف، لربما هي ما خاصهاش دير هادشي، ولكن العقوبه ما نقدرش نقول لك، لان العقوبه خاصها علاش؟ باش تتعلم وتحمد الله وتشكر انه معطاوها غير شهر، في ظروف اخرى يقدر يعطيوها اكثر، يعني تحمد الله وتشكر انه عطاوها غير شهر، وكنسال الله هاد العقوبات دير لها العقل انا ماشي مع العقوبه، هي غتاخذ العقوبه، انا ماشي معاها، غتبقى فيا كأم كسيده ولكن بالنسبه للعقوبه اللي خدات راه ماشي شي حاجه كثيره. حتى هو خاص ياخذ عقوبه، راه معقول الدري يا خويا قال لك عدى دابا وليدات، راه ما بقاتش كدير داك الشيء، هادشي اللي شفت انا ما عرفت، قال لك راه عدى ولاده ما ولاده، ضربها بشهر ديال الحبس ما جاتش، عرفت اخويا نورمالمون يضربوهم بجوج ولا سيرسي كما قلت، شي حاجه قال لك فيديو قديم ملي كانت صغيره ولا ما عرفتش، قال لك كبرات دابا والده جوج ولاد، حشومه ما عرفتش اخويا اش نقول لك، حشومه عطاوها شهر ديال الحبس هكا. مؤخرا تداولت واحد المقطع ديال الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه واحد السيده اللي مقطع شريط فيديو اباحي، وهو بالحكم اللي تحكم عليها، هو انا نقدر نقول اقل حكم تقدر تاخذوا ديك السيده، لان احنا مع العلم نحن بلد مسلم، اذا من المفروض خاص اقصى العقوبات، لان باش هذا تشهير بهذا تشهير بالزنا، وفيه ابعاد اخلاقيه، ابعاد كتمس بالمجتمع، انا مع الحكم.
إذا المشاهدين الكرام كيف ما تابعنا فهذا السؤال هذا خلقنا مواقف مختلفة، لكن في فئة مؤيدة لهذا الحكم كتشوف أنه لازم تحكم باش تكون عبرة لأي واحد سول نفسه أنه يقوم بهذا الفعل هذا، كاين اللي كيشوف أنه لازم الحكم يكون مخفف لأنها أم لأطفال ولازم نرحموها، وكاين فئة أخرى اللي كتعتقد أن الشاب اللي ظهر معاه في الفيديو حتى هو لازم ياخذ العقاب ديالو. شوفوا بهكذا من قليل غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها، كنضرب لكم موعد جديد في حلقة أخرى، تبقاو على خير.